وحول هذا الموضوع أشار الشيخ محمد رمضان الشيباني واعظ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أشار إلى أهمية استذكار مناسبة الهجرة النبوية الشريفة سنويا والعبرة المستفادة منها. الهجرة النبوية مليئة بالدروس والعبر، ومن العبر تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى، حيث التعلق بالله والاعتماد عليه سبحانه مع الأخذ بالأسباب. ولذلك نجد التوكل تجسد في النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يشار إليه ونحن نتحدث عن الهجرة النبوية مراعاة الأخلاق والقيم في التعامل مع الآخرين بصرف النظر عن معتقداتهم، فقد كان المشركون يضعون أماناتهم وودائعهم عنده صلى الله عليه وسلم، فلما كان منهم ما كان من الإيذاء والتآمر على قتله لم يتعامل معهم صلى الله عليه وسلم بالمثل أو بالسوء، بل أبقى عليا رضي الله عنه يرد الأمانات إلى أصحابها من أهل مكة. ولذلك امتدح الله عز وجل هذه الأخلاق والقيم وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وكم نحتاج اليوم إلى مثل هذه القيم والأخلاق.